كل الكلاب يلي بالدنيا بدهم يقتلونا، وانت بتروح لحالك يا مصطفى؟ شو بدك يعني ساوي؟ اخذ معي جيش لشوف الاولاد؟ اوهو، انا شو عم اقول وانت شو عم تجاوبني يا اخي؟ طبعا انت ما بتعمل غير يلي براسك. انا قصدي اقول لك خلينا نروح مع بعض. بكفي علي، ما صار شيء. لا ما حذرت مصطفى، ما بيصير تعمل هيك. ابونا القاضي ومدربينا خسرناهم كمان، وبتعرف انا مالي اي حدا بهالدنيا غيرك انت وسوريا يا مصطفى. بدك ياني اخسرك كمان يا اخي؟ ها، لا تعمل هيك. معك حق. اسمع، انا رحت لحتى اشوف ميلان لاخذ منه المعلومات. انت رح تساعدني يا بطل، انا عم دور على مدرسه، بس في واحد من هدنك الشياطين قدر يوصل لعنده قبلني، كان اسمه معروف، وقبل ما يموت قال لي انه المدرسه ورا المضيق. هداك المكان موجود ورا المضيق، بس في 5 مدارس ورا المضيق ما فينا ندهمهم كلياتهم، من شان هيك انا كنت مضطر اني اتصرف لحالي. اي هي شايفه فرح كانها مريضه وممكن انها تتعافى. انتبه، اكبر عدو الك فيلينتا مصطفى قياس الدين. فيلينتا مصطفى، يمكن ليلى معها حق يا مصطفى. شلون يعني؟ فكر شوي بالموضوع، ليش هن ما ساووا نفس الشي معي؟ ما وقعوني بنفس الفخ من قبل؟ بعدين ما كنت ولد صغير، كنت رجال قد الحيط. هن قدروا انهم يغسلوا لي دماغي، مسحوا لي ذاكرتي وحفظوني يلي بدهم اياه، لدرجة اني نسيت حالي ونسيت ابي قياس الدين، وحتى نسيتك الك كمان اخي. في ابشع من هيك؟ لك انا على شوي كنت رح اقتلك اخي، بس نحنا مو قدرنا نتجاوز هالمشكلة بفضل أبي قياس الدين وبفضلك يا مصطفى. مو تجاوزناها؟ لا تشبه حالك فيها، البنت قاتلة يا علي. ايه قاتلة مزبوط، بس لو ما أبونا قياس الدين أخذنا وربانا لصرنا كبار، الله وحده بيعرف على إيد مين كنا تربينا أنا وياك، يا كنا قتلة أو حرامية مصطفى. بجوز يكون معك حق، المعاملة المنيحة هي الطريق الوحيد لنغسل معتقدات فرح. أساساً ما في بين إيدينا هلأ غير هالحل. يلا خلينا نروح.